دايما ان الناس تقول لي ارقام كتير جدا وملخبطه ومش عارف ابدا منين في البنت كام، ومش عارف اول رقم ما احط عيني عليه ايه، وازاي اقرا البنت كام، وايه الفرق بين الخرايط اللي موجوده دي كلها. لدرجه ان المرضى حتى لما تيجي تصور لنا بنت كام، يعني في ساعات كتير من المرضى ياخد رايك في بنت كام، يا دكتور هي الاشعه دي كويسه ولا لا، وبيصورها صوره عاديه كده يبعتها لنا. لو الارقام مش واضحه قوي في الصوره انت مش هتعرف تقرا البنت كام، لان البنت كام دي عباره عن ارقام، وعلى فكره دلالات الارقام اقوى وافضل من دلالات الالوان اللي موجوده في البنت كام. عشان كده انا فكرت ان احنا ازاي نعمل نقرا البنت كام بطريقه بسيطه ونبقى مش متلخبطين، نبقى عارفين عينينا مرتبه هتروح على فين الاول، وبعدين هنروح على فين، وبعدين هنروح على فين، وبذلك نقدر نقول هل البنت كام ده نورمال ولا في مشكله. كورنيال توبوجرافي في عندنا تو بيزس للكورنيال توبوجرافي. الاولاني هو اللي هو اللي اسمه البنت كام، او اللي احنا الاكثر شيوعا واكثر ناس بتقرا كورنيال توبوجرافي عن طريقه، وده فكرته ان هو في حاجه اسمها الشنفلك كاميرا. الشنفلك كاميرا دي وظيفتها ان هي تعمل صوره 3D للقرنيه، ولما هتعمل صوره 3D للقرنيه هتبدأ عن طريق الصورة الـ3D دي تطلع بيانات وأرقام وكريدنج وكورنيال سيكنس وتحولها لتوبوجرافي زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. النوع الثاني هو البلاسيدو، والبلاسيدو ده يعني طبعا احنا كلنا اكيد شفنا اوبتكس او رينا اوبتكس. البلاسيدو ديسك ده عبارة عن دواير كلها السنتر بتاعها واحد بتزيد في القطر بتاعها، معتمدة على البركنجي ايمجز اللي بنشوفها في القرنية. البركنجي ايمجز هي انعكاس للصور اللي بتعمله القرنية، فمعتمد على البركنجي ايمج 1 و2. ولما بناخد الصورتين دول بنعمل لهم اناليزس، وعن طريقها نقدر نعرف ايه التعرجات اللي موجودة في القرنية والكي ريدنج بتاعتها والفرق بين الصورتين، اقدر اعرف الكورنيال سيكنس وهكذا. فالصوره بتاعت الشنفلك كاميرا بتبقى كده عباره زي ما هي ظاهره كده، لكن البلاسيدو بتبقى معتمد زي ما اتفقنا على البركنجي ايمج. الموست وايدلي يوزد هو البنتا كام، وخصوصا الاوكيولاس بنتا كام. عشان كده انا فكرت ان انا محاضرتي تبقى معتمد على الاوكيولاس بنتا كام، لان زي ما اتفقنا ان هو اكثر شيوعا، وبصراحه هو بيدينا معلومات كتيره جدا نقدر نعمل لها انتربريتيشن ونستفيد بيها اكتر. طيب الشنفلك كاميرا او البنتا كام اقدر اطلع بيه بلاتفورمز كتيره جدا، واقدر اطلع بيه خرايط ودياجرامز كتيره جدا، ولكن احنا لما بنيجي نحكم بنحكم على حاجه اسمها الفور ريفراكتيف ماب، ودي اكتر حاجه احنا نقدر نحكم عليها. انا عايز اقول لكم على حاجه، كل رقم مكتوب قدامكم في الصوره مهم جدا، ولكن انا في البدايه علشان اقدر اقول انا عايز اتعلم اقرا بنت كام او اتعلمه بطريقه بسيطه، هبدا اركز معاكم على ارقام مهمه معينه هي اللي هتبدا تقول لي انا القرنيه عندي نورمال ولا اب نورمال ولا سسبكتد. انا مش عارف والله، ممكن تبقى اب نورمال وانا مش عارف يعني. طيب سموها الفور ريفراكتيف ماب عشان فيها الانتيريور ساجيتال كيرفيتشر والكورنيال سيكنس Elevation front و Elevation back، دي اسمها الفور ريفراكتيف ماب. ليه اخترنا الانتيريور ساجيتال بالذات؟ لان اللي يعرف مننا واللي ذاكر اوبتكس يعرف ان الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا هو اهم ريفراكتيف سيرفيس موجود في العين، وبيحمل جزء كبير جدا من الباور بتاعه العين. عشان كده احنا اخترنا الاكزيال ساجيتال كيرفيتشر فرونت. الكورنيال سيكنس طبعا ده اللي هو الكورنيال باكيمتري، وازاي اعرف الكورنيال سيكنس ده مهم. الحاجه الثانيه الاليفيشن فرونت وباك، وهقول لكم اهميتهم وفكرتهم قدام ان شاء الله. طيب انا علشان اقسم قرايه البنت كام، اول حاجه في عندي مربعين مش هبص لهم خالص، طبعا الارقام اللي فيهم مهمه، ولكن زي ما اتفقنا احنا عايزين نبدا نعرف ازاي نقرا بنت كام بسرعه،
ونقدر نوصل لمعلومة بأبسط الطرق. فالمربعين دول مبدئيا أنا مش هبص عليهم خالص، تمام؟ دي أول حاجة. ولو خدت بالكم هتلاقيني مقسم الاكزيال سيجنال كيرفيتشر مع الكورنيال فرونت، دول مع بعض هقراهم مع بعض. الكورنيال سيكنس هقراهم مع الباكي متري برضو مع بعض، والفرونت والباك اليفيشن هقراهم برضو مع بعض. يبقى انا عندي 3 جروبس هقسم بيهم البنتا كام وعلى اساسهم هقرا البنتا كام. طيب هنبدا بالاول، اول حاجه عندنا هتقع عليها هي الايه، الكورنيال فرونت والاكزيال او السيجنال كيرفيتشر فرونت. هخبي دول وهبدا اركز على دول. طيب انا دلوقتي مطلوب مني لما اشوف المنظر ده اول حاجه ابص عليها ايه؟ اول حاجه لو خدتم، لو خدتوا بالكم، هنا الكيو اس. الكيو اس دي بتوريني الكواليتي بتاعه التصوير. يعني انا علشان ابدا اقول رايي في القرنيه دي لازم يكون التصوير ده اوكي، يعني الجهاز قايل لي والله انا واخد كل الداتا اللي انا محتاجها، فالداتا اللي انا خدتها دي تقدر انت تعتمد عليها في قراءه البنتا كام. تمام؟ طيب اول حاجه هبص لها زي ما اتفقنا الكيو، اوكي خلاص هبدا اقرا البنتا كام. بعد ما اتاكدت من الكيو تمام ابدا اروح للاكزيال ساجيتال كيرفيتشر. مطلوب مني في التوبوجرافي ده ابص على ثلاث حاجات. في ده هبص على ثلاث حاجات، ايه هما؟ اول حاجه الشكل بتاع الستيب كي ده، هل هو بوتاي او بنسميه ريجولار بوتاي ولا لا؟ لو هو ريجولار بوتاي خلاص ده بيقول لي ان انا معنى كده ان انا رايح ان القرنيه دي ان شاء الله ممكن تبقى نورمال، بس ده مش لازم. الحاجه الثانيه حاجه اسمها السكيو ديفيشن. ايه فكره السكيو انجل دي؟ السكيو انجل انا بجيب، انا عندي اول حاجه الفيونكه دي، الفيونكه دي والفيونكه دي، دي ليها اكسس ودي ليها اكسس. الموضوع كله معتمد على الانجل اللي بين الاكسس ده والاكسس ده. بمعنى اخر لو انا خدت بالنا هنا كده، دي واحده ثانيه اهي، دي شكلها بوتاي. ممكن يكون الليمب اللي تحت ده اكبر من اللي فوق، بس انا لو جيت خدت الاكسس ده والاكسس ده هعمل بينهم انجل وهشوف الانجل دي كام، زي الخطين اللي انا عملتهم دلوقتي. المفروض ان الانجل دي ما تزيدش عن 22 درجه علشان اقول والله ده ممكن يبقى نورمال. يبقى اول حاجه بشوفها شكل البوتاي والسكيو انجل بتاعتها. الحاجه الثالثه والاخيره في الماب دي القيمتين دول على الدايرتين دول، لان انا عندي قيم تحتها مش دعوتي انا ليا دعوه بدول. القيمتين دول هشوف انهي فيهم اكبر. لو اللي تحت هي الاكبر المفروض ما يكونش الفرق بين اللي فوق واللي تحت اكتر من نص ديوبتر، ما يبقاش الفرق بين دي ودي، بشرط تكون اللي تحت هي الاكبر، مفروض ما يكونش في فرق بينهم اكتر من 1.5 ديوبتر. طيب لو اللي فوق هي الاكبر مفروض ما يبقاش الفرق بينهم اكتر من 2.5 ديوبتر. ده اول خريطه. يبقى في الخريطه دي شكل البوتاي والسكيو انجل بتاعتها والفرق بين الكي ريدنج فوق وتحت. اقوم رايح على الجدول اللي جنبه هشوف الكي 1 والكي 2. الكي 1 ده هي الفلات كي، ودي الكي 2 هي الستيب كي. تمام؟ الفرق بينهم هو اللي بيمثل الكورنيال استجماتيزم، وده مش معناه ان انا بقول ان ده الاستجماتيزم اللي عند العيان. ليه؟ لان ده بيحدد الكورنيال مش اللنتيكولار استجماتيزم كمان. بمعنى ان انا ممكن الاقي المانيفست ريفراكشن بتاع المريض ده مثلا 4 او 3.5، بس الكورنيا بتشارك في استجماتيزم 2.2. جبناه منين؟ هو الفرق بين الكي 1 والكي 2، ده الفلات كي وده الستيب كي. المفروض عشان اقول ان الكورنيا سليمه بيقول لك ان الاستجماتيزم ده ما
ما يبقاش اكتر من 6 درجات. تمام، انا كده خلصت اول مجموعه بقراها، راجعها تاني ابص على اكسيال ساجيتال كيرفيتشر الاقيها، ابص على البوتاي شكلها ايه، ابص على السكيو انجل، وهبص على الكي ريدنج فوق وتحت واقارن الفرق بينهم. هرجع تاني للخريطه بتاعت الكورنيال باور، هشوف الكي 1 الفلات كي والكي 2 المفروض ما يبقوش اكتر من 47 48، والاستجماتيزم ما يبقاش اكتر من 6. ده اول جزء في قراءه البنتاكام. نيجي لتاني جزء زي ما اتفقنا بنلغي دول وبنقرا مع بعض الكورنيال سيكنس مع الباقي بتاعت القرنيه. هبص الاول على ايه؟ على الكورنيال سيكنس الفعلي. ايه هو الكورنيال سيكنس الفعلي؟ الكورنيال سيكنس الفعلي هو السينست لوكيشن، ده هو السيكنس عند البيوبل سنتر، وده هو السيكنس عند السنتر بتاع الكورنيا. تمام، لان مش شرط البيوبل سنتر يكون عند عند السنتر بتاع الكورنيا، وده اللي تحتيهم ده هو السينست لوكيشن، هو ده السيكنس بتاع القرنيه الفعلي اللي انا بحدد عليه كل حاجه حتى لما اجي اعمل ريفراكتيف سيرجري. المفروض السينست لوكيشن ما يقلش عن 500، والمفروض ما يبقاش الفرق بينه وبين الباكي ايبكس اكتر من 5، وممكن اسمح لحد 10. يبقى انا الاهميه عندي في القراءه هما دول، سينست لوكيشن ما يبقاش اقل من 500، والباكي ايبكس ما يكونش فرق بين السينست لوكيشن والباكي ايبكس اكتر من 5 وممكن نقول 10. الحاجه الثانيه الكي ماكس، وانا شايف ان دي مكانها المفروض يبقى فوق مع الكريدنج، ولكن الكي ماكس دي هي اكتر حته فيها كورنيال باور. الكي ماكس يعني اكتر كي موجوده في القرنيه، ودي المفروض ما تزيدش عن 48. الحاجه الثانيه احنا اتفقنا ان السنتر القرنيه مش لازم يكون عنده السينست لوكيشن، ومش لازم يكون عنده السنتر بتاع البيوبلز، ولكن في شرط مهم جدا ان انا ما يكونش السينست لوكيشن ده متحرك من مكان الايبكس بتاع القرنيه اكتر من 0.5 في الاتجاه الطولي. طيب ايه هو الاكس والواي؟ ثواني عشان بس ادخل الناس، لان ده المفروض ده تزحزح السينست لوكيشن عن سنتر القرنيه في الاتجاه الافقي، وده في الاتجاه الطولي. لما بيحصل كون يعني المريض رايح ناحيه الاكتيفيا بيحصل تحرك. يا جماعه بعد اذنكم المايك. كون ما بيتحركش يهمني جدا التحرك في الاتجاه الراسي، لان الكون بيبدا يتزحزح في الاتجاه الراسي قبل الاتجاه الافقي. فعشان كده الواي ديفيشن ده ما يكونش اكتر من 0.5، يعني مش متحرك اكتر من 0.5. يبقى تاني انا هنا هقرا باكي ايبكس الفرق بينه وبين السينست لوكيشن، السينست لوكيشن ما يكونش عن 500، والفرق بين السينست لوكيشن والباكي ايبكس ما يكونش اكتر من 5 او 10، وما يكونش متزحزح عن الباكي ايبكس اكتر من 0.5. خلصت هنا اروح للكورنيال سيكنس ماب. مهم عندي النقطتين دول ما يكونش فيه فرق بينهم اكتر من 30 مايكرو، بس دي المعلومه اللي انا عايزها من هذه الماب فقط، لان بقيه المعلومات انا خدتها من الجدول ده. خلاص، فاضل معلومه واحده بس بتقول ان ما ينفعش السينست لوكيشن يكون اكتر، ففي فرق بينه وبين السينست لوكيشن بتاع العين الثانيه، يعني دي الشمال يبقى العين اليمين ما يكونش الفرق بينهم اكتر من 30 مايكرون، وده لان الكراتوكونس ممكن يبدا في عين ويبقى متاخر في العين الثانيه، فده ممكن يبقى دليل ان ممكن العين دي تكون فيها اكتيزيا. يبقى هنقول تاني الماب دي عندي جدول ومعاه ماب، ابص على السينست لوكيشن اكتر من 500 ولا اقل، طب الفرق بينه وبين الايبكس اكتر من 5 ولا اقل، طيب التزحزح بتاعه اكتر من 0.5 ولا اكتر، طب الكي ماكس بتاعتي فوق ال 48 ولا لا، واروح على السيكنس
بشوف هل في فرق بين النقطة اللي فوق دي والنقطة اللي تحت أكتر من 30 ولا لأ. كل الحاجات دي لو تمام خلاص يبقى أنا عندي ده تمام. هنروح للتالت، إيه فكرة الـ elevation front والـ elevation back؟ الحقيقة هو قال إن الكورنيا دي جزء من كورة أو شبه كأنها جزء من كورة، فقال القرنية دي لو هيحصل فيها اكتيزيا هيحصل فيها ارتفاعات، فجاب موديل. الموديل ده عبارة عن جزء برضو من كورة، وقال والله أنا هقارنه بالقرنية، يعني هقارن القرنية بجزء من الكورة الستاندر اللي أنا عملتها دي، وهشوف الاليفيشن بتاع الانتيريور سيرفيس بتاعها مختلف عن الكورة قد إيه، والاليفيشن بتاع البوستيريور سيرفيس بتاعها برضو مختلف عن جزء الكورة قد إيه. وبدأ يعمل حاجة اسمها elevation map، يعني هنا الجزء ده مثلا مرفوع عن الستاندر بتاعي اللي أنا بقارن بيه 5 درجات مثلا أو 5 مايكرون وهكذا. أنا في الاليفيشن ماب والاليفيشن فرونت والباك بشوف حاجة مهمة جدا، اللي هما الحاجتين دول، القيم اللي جوه الدايرة الحمراء دي المفروض ما تزيدش في الانتيريور عن 12 مايكروميلي وما تزيدش في البوستيريور عن 17، وفي ناس بتسمح ب 18 و20، ولكن خلينا في الاحوط بنتكلم عن 17. يبقى فوق دول ما يزيدوش عن 12 واللي تحت ما يزيدوش عن 17 18. وفي حاجه مهمه جدا 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 مهمه قالوها ليه بقى؟ قال لك ما ينفعش يكون الفرق بين النقطه دي والمسيله بتاعتها تحت فرق بينهم اكتر من 5. ليه؟ لان هما احنا لقينا ان الكراتوكونس بيبدا في البوستيريور اول فبيغير البوستيريور، فلو اتغير البوستيريور وبقى قيمته اكتر من 5 في الانتيريور ساعتها اقدر اشك ان العيان ده ممكن يكون بادئ كراتوكونس، واللي ساعات بنسميه بوستيريور كراتوكونس. هنا مثلا القيمه هنا 5، هنا 7، القيمه هنا 4، هنا 2، كل ده وزن نورمال. 3 9، لا انا ابدا اشك، دي 17 ودي 5، يبقى المريض ده ممكن يكون هيعمل اكتيزيا في المستقبل، فلو جاي اعمل له ريفراكتيف سيرجي لا انا مش هعمل له، هصبر عليه. او في ناس تقول لك والله انا هعمل له بي ار كي طالما بقيت القيم كويسه، وطبعا دي مدارس كتير جدا. وعايز اقول لكم ان البنتا كام، في نورمال بنتا كام، في اب نورمال بنتا كام، وفي كتير قوي في النص انا مش قادر اقول ده نورمال ولا اب نورمال، وفي اختلافات كتير. والله ده انا ممكن اعمل له بي ار كي، لا ده ممكن يمشي ليزك، لا ده انا هتابعه بعد 6 شهور واشوف يمكن الاكتيزيا تزيد وهكذا. كده تخيلوا كل الحاجات دي انا خلصت قرايه البنتا كام. موضوع بسيط جدا، هنيجي نطبق على البنتا كام دي. هنبص على اول حاجه هنا، اوكي تمام هبدا اقرا. هنا انا مفيش اكسس معمول، بس هنا تقريبا نورمال اكسس، البوتاي تقريبا يعني زي بعضها وان كان تحت ستيب اكتر. هبص على القيمتين دول هلاقي الفرق بينهم مش اكتر من 1.5، لان الاعلى تحت. لو كانت الاعلى فوق، في حد بيسال سؤال؟ بيسال ايه انت في الدنيا اصلا؟ ده الناس كلها بتسال. طيب اشوف بقى الاسئله، في اسئله على الشات ولا ايه؟ طب انا هفتح للاسئله، يعني هفتح الاسئله ان شاء الله في الاخر. احنا الناس اللي بتطلب ان احنا نلخص تاني انا هقول لهم اهو تاني. في مشكله بس عندي، انا نسيت اعمل ريكورد، بس انا عامل ريكورد من دلوقتي. ريكوردينج ان بروجريس. تمام هقول تاني بقى، يلا اوكي تمام. هنبص على الخريطه دي مع دي، هنا لقينا اوكي، هنقوم رايحين هنا هنشوف السكيو انجل، هنشوف البوتاي تمام، يا تقريبا نورمال. هشوف الفرق بين الكي ريدنج فوق وتحت، هنقول الاكتر تحت يبقى ما ينفعش تبقى اكتر من 1.5 فرق، هلاقي 22.9 ل 43، 42.9 ل 43.6، مفيش فرق اكتر من درجه ونص، يبقى انا كده ما عنديش مشكله خلاص. هقوم راجع هنا هشوف الكريدنج مش اكتر من 47، الحمد لله الفرق بينهم 1.6، ده الاستجماتيزم. طب الاستجماتيزم دوت ما هوش 6 درجات او اكتر، يبقى انا كده الاثنين دول نورمال. نخش على الخريطه اللي بعدها، دي ودي. هبص على
السينست لوكيشن الحمد لله ما هوش تحت ال 500. الفرق بين السينست لوكيشن والبيكي ايبكس ما فيش فرق اصلا، يبقى ده علامه كويسه مسموح لحد 5 او 10. هبص هنا على التزحزح بتاعها في الواي اكسس بتاع السينست لوكيشن، ما هوش اكتر من 0.5، اذا ده نورمال. هرجع ابص هنا هشوف على النقطه دي والنقطه دي، هل في فرق بينهم اكتر من 30 مايكرون؟ الاجابه لا، خلاص تمام. هشوف السينست لوكيشن بتاع الخريطه دي وبين الخريطه بتاعه العين الثانيه، ما يكونش فرق بينهم اكتر من 30. اقبل بس الناس اللي دخلت دي. هرجع اشوف الاليفيشن، هشوف الدايره دي، هل في عندي قيمه اكتر من 12؟ الاجابه لا. هل هنا في عندي قيمه اكتر من 17؟ برضو الاجابه لا. هل هنا في فرق في القيم بين اللي فوق وتحت في الخمس قيم دول يكون في فرق اكتر من خمس درجات؟ برضو الاجابه لا. يبقى انا كده الامور تمام. هنبدا بقى دلوقتي ناخد امثله للابنورمال كورنيا. شوف احنا هنا قلنا اوكي تمام، القيمتين دول القيم بتاعت الكليدنج والاستجماتيزم، بعد كده هنروح على البيكي السينست لوكيشن والتزحزح بتاعها، وبعد كده هنشوف الفرق بين الابر واللور، بعد كده هناخد الفرونت والباك اليفيشن. تعالوا بقى نشوف المنظر ده. لو انا خدت بالي هنا اوكي اوكي انا اقدر اقرا. نشوف اول حاجه القيمه دي 40 ونص ودي 46، الستيب تحت يبقى الفرق اكتر من 1.5، اذا انا القرنيه دي اشك فيها. السكيو ديفيشن لو احنا خدنا بالنا مفيش سكيو قوي، فدي مش البوينت اللي انا هشوفها. اول حاجه هل دي ريجولار بوتاي؟ لا، ده انا عندي الفيونكه اللي فوق اصغر من الفيونكه اللي تحت بمراحل، اذا دي برضو ابنورمال. طب السكيو ديفيشن مش شكله مش فيش مشكله قوي في السكيو ديفيشن. طيب هل القيم برضو زي ما اتفقنا القيم مختلفه؟ اذا انا عندي هنا مشكله ان ايه، ان انا عندي الستيب اللور ستيبنس ده اكتر من الحته الابر. تعال نروح للخريطه دي. طيب 42 45 لا مفيش مشكله مسموح بيها. طب الاستجماتيزم 2.6 مسموح بيه، خلاص يبقى انا ما عنديش هنا مشكله غير حته الستيبننج دي والبوتاي اللي هي مش ريجولر. تعال نخش على البيكي ايبكس. ده انا عندي هنا في السينست لوكيشن تحت ال 500 والتزحزح بتاعه مش عالي، بس خلاص انا عندي مشكله في السكنس. طب الكي ماكس 49، واحنا اتفقنا ان الكي ماكس المفروض يبقى اكتر من 48، ابدا اشك. تعالى للاليفيشن، الاليفيشن هنا 2 2، في نقطه هنا 17 دي عاليه. طب تعالى هنا بقى تاني 1 1 22، لا ده في نقطه هنا 25 او 35 والفرق بينها وبين فوق ده اكتر من 5 درجات، اذا دي ده ممكن كده بقى اقول ان دي ممكن تبقى عيانه او مريض ايرلي كراتوكونس. ليه؟ لان انا عندي الاليفيشن عاليه وفي لور ستيبننج وعندي كمان السكنس قليل. تمام، نخش على المثل اللي بعده. ده بقى ادفانسد كراتوكونس. لو جينا نشوف اول حاجه انا عندي بوتاي، ده البوتاي اصلا مقلوبه على بعضها يعني مش واضحه. طب تعالى نشوف السكيو، شوف السكيو عامل ازاي. ده الليمب بتاع الفيونكه التحتانيه وده الفيونكه الثانيه، في فرق انجل كبير بينهم قوي. تعال نشوف الكريدنج 50 56 احنا قايلين لحد 47. الاستجماتيزم ماشي بس ده الدنيا كلها بايظه اصلا. طيب احنا طبعا هنا اوكي من الاول. طيب تعال نشوف السينست لوكيشن، ده احنا عندنا السينست لوكيشن 370 والفرق بينه وبين الباكي ايبكس اكتر من 15 درجه، واحنا قايلين نورمال لحد 5. طب تعال نشوف التزحزح بتاعها، اهو 1.60 يعني 6. طب تعال نشوف الاليفيشن 47 و16. طب تعال نشوف الاليفيشن باك 104 و59، دي حاله ادفانسد كراتوكونس. تعال نشوف الحاله دي بقى. الحاله دي انا مش جايب فيها قيم، انا بس عايز اوصل لكم معلومه مهمه. لو خدنا بالنا من الكي ريدنج 46.5 46.2، انا شايف دي اللي اعلى بس الفرق مش 2.5، اذا خلاص وشكلها بوتاي وما عنديش مشكله فيه. طب تعالى نشوف ليه الكورنيال سيكنس. جينا نشوف الكورنيال سيكنس دي الايبكس اهي 484 و487 وهنا 491، القيم دي كلها تحت ال 500، اذا انا عندي هنا مشكله. طيب تعالى نشوف
الاليفيشن فرونت، الاليفيشن فرونت كل القيم اهي تحت ال 12، وهنا كل القيم تحت ال 17. طب هل في فرق بين القيم فوق والقيم تحت؟ لا برضو. طب تعالى نبص هنا عشان حاجه نسيتها اقول لكم عليها، 532 507 الفرق اقل من 30. هل انا اقدر اقول ان دي كراتوكونس؟ انا عندي كل القيم تمام وما عنديش اي مشكله تانية. المريض ده حاجه من اتنين، يا اما المريض ده بادئ يدخل في اكتيزيا وانا الاليفيشن عندي كويسه، بس انا هعتبره كده عشان اكون دايما لازم امشي في الاحوط. فالمريض ده لما هيجي لي عشان يعمل ريفراكتيف سيرجري، والله هقول له بص انا شايف عندك الكورنيا رفيعه خالص، عندك ستيب كي بس ما تقلقنيش قوي، الاليفيشن كويسه، فانا هعتبرك سسبكت وهاجل لك الريفراكتيف سيرجري 6 شهور او سنه لحد ما اطمن القرنيه بتاعتك ثابته في القيم بتاعتها الطبيعيه. فساعتها اقول والله دي انا هسميها ستيب كورنيا او ثين كورنيا، وهي طبيعتها كده ودي مش اكتيزي. تمام، دي الرساله اللي انا عايز اوصلها لكم في الحاله دي. طيب تعالى نشوف الحاله اللي بعدها. الحاله اللي بعدها دي بقى لو جينا نبص هنا لقينا القيمه دي 45.7، 46.2 مفيش فرق، البوتاي ريجولار، السكيو ديفيشن مش عالي قوي لان هي كده وكده مش هتلاقي الفرق بينهم 22 درجه. لو احنا بصينا هنا في القيم دي طبعا ده اوكي اهو، 41.9، الاستجماتيزم 4.7 عالي شويه بس لسه برضه ويز النورمال ليميت. لو خدنا بالنا من السكنس ماب هنلاقي السكنس قليل 396، بس الفرق بينهم مش 5 بين الباكي ايبكس، التزحزح مش واصل للخمسه. خلينا بالنا هنا لقينا السينستولوجيشن زي ما اتفقنا هنا، لو خدنا القيمتين دول هنلاقي الفرق بينهم مش 30، اه مقرب على ال 30 بس مش 30. هنا القيم ما هيش يعني فوق ال 12، هنا القيم مش فوق ال 17. بس انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، في حاجه هنا غريبه ممكن انتم ما لاحظتوهاش. شايفين دي حاجه اسمها بيست فيت سفير وحاجه اسمها بيست فيت تورك اليبسويد. لما يجي لي مريض انا شاكك فيه سيكنس قليل، كريدنج عاليه شويه، الاستجماتيزم بتاعه عالي، وبعدين لقيت الاليفيشن في الباك هنا عاليه شويه، فانا مش قادر احكم والله المريض ده نورمال ولا اب نورمال. ساعتها بعمل الباك اليفيشن على البيست فيت تورك اليبسويد، وانا بنصحكم دايما كنت كان في دايما مركز بحب ابعت له يعمل لي البنتاكام. فلما دكتور زميلي بيقول لي طب انت ليه بتحب تبعت للراجل ده على طول البنتاكام او المركز ده؟ بقول له والله الاوبتيشن اللي هناك شاطرين جدا، لما بيلاقوا مريض عنده استجماتيزم عالي بيطبع لي الفرونت والباك اليفيشن بيست فيت تورك اليبسويد. طب ايه الفكره؟ ايه الفكره من البيست فيت تورك اليبسويد؟ احنا اتفقنا ان البيست فيت سفير وظيفته ان احنا بنقارن الفكره ان احنا بنقارن القرنيه بشبه كوره او جزء من كوره. طب المريض اللي عنده استجماتيزم عالي، لا ده القرنيه بتاعته ما هي زي الكوره، القرنيه بتاعته يعني شبه البيضه شويه مش كوره كامله المستديره. فجابوا هم ريفرنس تاني اليبسويد يعني بيضاوي علشان يقارنوا بيه المريض اللي عنده استجماتيزم عالي او باك اليفيشن عالي شويه ومقلقني منه. طيب البيست فيكتورك اليبسويد تاني علشان في ناس ما حضرتهاش من الاول. الفكره كلها لما يبقى عندي مريض عنده استجماتيزم عالي، الاستجماتيزم العالي ده مشكلته ان الكورنيا بتاعته ما بتبقاش جزء من كوره زي ما احنا معتادين عليها، بتبقى جزء من شكل بيضاوي. واحنا اتفقنا ان البيست فيت سفير الستاندر اللي احنا بنشتغل عليه بيقارن السطح القرنيه الامامي والخلفي بجزء من كوره. طب ازاي انا اقارن جزء من شكل بيضاوي بجزء من كوره؟ فقال لك لو عندي مريض عنده استجماتيزم عالي الافضل تقلب الاليفيشن فرونت والاليفيشن باك للبيست فيت توريك اليبسويد علشان يقارن لك مريض الاستجماتيزم العالي بالجزء من الشكل البيضاوي زي الشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي قدامنا. لو خدنا بالنا دي تقريبا كده شكل القرنيه بتاعه المريض اللي عنده استجماتيزم، وده شكل القرنيه بتاعه المريض اللي ما عندوش استجماتيزم او لو استجماتيزم. وعشان كده ما ينفعش ان انا اقارن الكوره بالشكل البيضاوي، دي البروليت كورنيا بتاعه مريض الاستجماتيزم وده الشكل بتاع البيست فيت سفير، عشان كده مش هينفع اقارن بينهم فبقلك بيست فيت توريك اليبسويد. فانا لو انا عندي
مريض استجماتيزم عالي، كي ريدنج بتاعته عاليه، والكورنيال سيكنس مش عاجبني قوي، فانا عايز اتاكد ان الاليفيشن العاليه اللي موجوده في القرنيه دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. بقلب المود بتاعي لبست في التوريك الابسويد وهشوف، لو القيم قلت يبقى ده اليفيشن بسبب الاستجماتيزم، لو القيم فضلت زي ما هي يبقى ده اليفيشن بسبب ايه، الكراتوكونس او ان دي ابنورمال كورنيا. كده انا خلصت وقلت لكم على كذا نوع من انواع البنتاكامات اللي احنا ممكن نقابلها. انا كده شرحت البنتاكام سيمبلي، وصلت لكم فكره ازاي نقرا بنتاكام بطريقه بسيطه، ايه القيم اللي انا هركز عليها علشان القيم الكتير دي ما تشوشنيش. لو في حد بقى عنده اي سؤال يبدا يتفضل كده يفتح المايك ويسال. عندي اتفضلي حضرتك سامعني او إيه؟ حضرتك كنت قلت ان المفروض البونت ما يبقاش اكتر من 12، البونت اليفيشن والباك اليفيشن ما يبقاش اكتر من 17 او 18، بس اللي هي اللي كانت فيها البيست فيت انا ما كنتش شايفه ان الاليفيشن عالي اصلا، ولا هو هل ده عشان احنا اوريدي عملنا البيست فيت الابسويد؟ هو ده عشان انا عملت البيست فيت الابسويد. تمام. طيب سؤال بقى، هل الحكايه دي تفرق لو كانت الارقام بالماينس او بالبلس؟ ما هو بصي، بالبلس يعني مرفوعه اكتر، تمام؟ تمام. بالماينس يعني نازله. ايوه تمام. فاللي دايما بيقلين البلس. تمام. لان احنا نحب ان القرنيه تبقى اليفيتد يعني اكتيتك. فاهمة قصدي حضرتك، بس هل يعني احيانا في فروق كتير بتبقى، انا ببقى يعني لو في فرق مثلا رقم بالماينس رقم بالبلس والمفروض الفرق ما بينهم انا عامل حسابي ان يعني مثلا ممكن يبقى فوق ماينس 17 اللي يعني تحت جمع جبري. بلس بالظبط، واللي تحت بلس 18، فانا المفروض كده يبقى الفرق ما بينهم 35، او يعني الفرق ان انا مش هعمل بس هقول لك الحاجه، لازم تكون الارقام منطقيه، لان يعني مش هينفع يكون في باك اليفيشن عالي قوي والمريض داخل في اكتيزيا وهيبدا يتاثر الفرونت بس الباك بس من غير ما الفرونت يبدا يسمع معاه. فهمت؟ صح. اوكي. لازم برضو يعني ايه نكون يعني بنتكلم. انا هقلق لو الباك بتاعتي مثلا الفرونت مثلا 5 والباك 20. تمام. او الفرونت مثلا 8 والباك 20، لا ده فرق كبير لازم انا اخد بالي. وزي ما اتفقنا انا مش فيش قيمه واحده بس تخلينا اقول ده اكتيزيا، لكن في قيمه قيمتين ثلاثه تخلينا اقول والله انا شاكك، استنى احسن واتابع. وزي ما قلت برضو في قرنيات هحلف اقول دي نورمال كورني، وفي قرنيات هحلف والله دي كراتوكونس، وفي قرنيات كتير هقف قدامها واقول لا انا مش عارف، انا هشوف بقى اتابع واشوف ايه اللي بيحصل. ابدا ان شاء الله ادرس الموضوع صح الاول. تمام تمام. طيب هو في البلن فيها هل مهم؟ بص عايز اقول لك على حاجه، البن كل حاجه في البن ده كان مهمه، تمام، والبلن امبروزيو من الحاجات اللي بتخليني برضو يعني تخليني ايه اقول والله لا دي القرنيه دي تقلق قوي. تمام. بس انا عايز اقول لك على حاجه، في دكاتره كتير جدا بتشتغل ريفراكتيف وناس اصلا وظيفتها ريفراكتيف ما تبصش على البلن خالص. تمام. لانه ممكن يبقى خادع، لان فكره البلن اصلا موضوع كبير قوي. انا بس الهدف من المحاضره دي ان انا اديكوا ازاي اقرب انت كام بسرعه. تمام. في عندي بيرن امبروزيو، في عندي دياجرامات تانية وحاجات الديفيشن في 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 الدياجرامات، كل ده انا ما رضيتش اجيبه. انا بس هدف المحاضره دي، انا ممكن اعمل محاضره تانية بعد كده ان شاء الله تبقى ادفانسد بنت كام، وفي محاضره ثالثه ازاي اخد قرار في عيان ريفراكتيف اصلا، يعني ان انا ممكن يبقى عندي نورمال كورنيا بس ما اقدرش اطبقه المقاسات دي. يعني مريض انا لو عملت له ابليشن انزل الكي ريدنج مثلا تحت ال 35، ده مش هعمله اصلا. تمام. بس فانا بس هدف المحاضره ان انا اوصلك، انا اسال سؤال بس وحيد، هل الناس اللي حضرتني دي تقدر تقول والله دي نورمال كورنيا، والله انا شاكك في القرنيه دي؟ لو وصلت لكده حتى مش لازم تشخص كراتوكونس، تقول انا شاكك في القرنيه دي، انا كده وصلت لهدف المحاضره. الاكسس احنا عندنا الطبيعي الاكسس ديفيشن هو الافقي والواي ديفيشن هو الراسي. التحرك لفوق بالبلس في الافقي والتحرك لتحت بالماينس، انا بخاف في التحرك بالماينس،
لان ده معناها الكون لما بيتحرك بيتحرك لتحت، فانا خوفي دايما بالتحرك بالماينس. تمام. اوكي. طيب في حد عنده طب سؤال تاني؟ الاكس اكسس ليه لازمه في الـ في الـ الاكس اكسس اكيد ليه لازمه، بس مالوش يعني، بيجي بعد ما الواي اكس بيتغير، بتهلقط الابنورماليتي بالواي اكسس الاول. الكون لما بيتحرك بيتحرك لتحت قوي والنيزل شويه. اوكي تمام. طيب في اي طيب. سؤال تاني حد اساله؟ طيب ان شاء الله نتقابل في محاضرات قادمه، هنبقى نعمل لكم برضو عنها تنويه. هحط في دماغي موضوع المحاضره بتاعت ازاي نفكر في ريفراكتيف سيرجري، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. شكرا.